صباح الخير لكل المشاهدين كل اللي عم يتابعونا. بتمنى لكم نهار حلو. هلا بلش قربنا من الويك اند، رح بلش اخبركم اخبار. عاده نحن بنشوف كثير قصص او سلع تقليد بالاسواق، وعندنا هذه المشكله بكل شيء تقريبا، يعني من شو بدي اخبر، كل شيء عم نلاقيه تقليد، او حتى في يكون براندز كثير معروفه، يعني عم نلاقيها فينا نقول بغير اسامي بس هي ذاتها، لحتى يحاربوا شوي هالتقليد، او لحتى كمان ما يكون في غش للمستهلك. في شركات خاصه عم تلاقي افكار جديده، والافكار الجديده هي بيناتهم فكره المشروبات فينا نقول، او حيلا شيء عنده سدي يعني موجود بقنينه وعنده سدي لحتى ما ينغش المستهلك بهالموضوع. في سدات هلا معموله بطريقه، او رح تكون موجوده بالاسواق كمان قريبا، معموله بطريقه كثير حلوه على ال NFC نير فيلد كوميونيكيشن. عندنا ابلكيشن بالتليفون، السده عندها فينا نقول سيستم لقطه بين فينا نقول التوب تبعها والباتم، بين فوق وتحت، هذا السيستم موصول سوا. باللحظه اللي بتنفتح اول مره فيها هالقنينه، اذا قربنا التليفون بنعرف انه القنينه انفتحت، وبتقلنا بالابلكيشن انه القنينه انفتحت، واكيد حتى لو سكرنا القنينه خلص ما بتعود ترجع تنوصل سوا. سو هيدا كمان شوي بيساعد المستهلك لحتى لمحاربه فينا نقول الغش. بالوقت الحاضر الغش او اللي عم نحكي عنه هو بس للانانه او للمشروبات او كل شيء بينحط بينوضع بانانه زيز بالتحديد. سو فينا نقول انه من هلا وبطالع بس ينزلوا بالاسواق رولا، رح تبطل في عنا غش بهالانانه، لانه رح يكون عندك هالابلكيشن مع السدات اللي هي نير فيلد كوميونيكيشن. يو تاب فون هير، بس بتحط التليفون بتقول لك اذا الانانه كانت مفتوحه من قبل ولا هلا فتحت، او ايش انت بتفتحيها بايدك. نايس. سو هيدي وحده من الطرق فينا نقول لمحاربه الغش. هاي الصيف. هاي فكرة للصيف. هاي لكل المواسم، لأنه الألكول صحيح أنا ما حددناه، بس بالمبدأ مش ضروري الألكول، يعني كل شيء موجود، يعني في يكون مفروض يكون مختوم مسكر، صحيح، مش مغشوش. فهي هذه الفكرة من أول بهالأبلكيشن الجديدة اللي هي خصوصي انعملت كرمال المستهلك لحتى ما يكون مغشوش بهالمشروب اللي عم يشربه شو ما كان المشروب. تاني ايتم فكره حلوه كثير، لانه في كثير ناس بنعرف انه اذا صار عندك انجري بمحل من المحلات، يمكن محلات عايزه حراره تنعتبر على الريست، عاده بندهن مرهم بركي صح. لحتى مرهم ريحته كثير بشعه وبيحرق مرات صحيح، فلحتى يحافظ على الحراره ولحتى يخفف من الاوجاع، لانه بكون عندنا انجري بمحل من المحلات بخفف الاوجاع. الفكره الجديده هالسيلفر ماش هيني كثير، معموله بطريقه كثير مهضومه وعجواني من لون الجلدي تقريبا، وعجواني عندها فينا نقول مغيط طي القطع، وبتتوسع وبتضيق حسب، يعني هي بتمغط فينا نقول نعم. حسب اذا إلاستيك. كانت الاستيك فيها تكون على الركبه، فيها تكون على المفصل، مزخرفه يعني بتفوت هواء، هي اكزاكتلي ترانسبيرنت. شو وظيفتها؟ هي لحتى تحافظ على الحراره، هي بتشتغل على البطاريه وبتحمي بتحمي المحل اللي بتحطيها فيه. وين بتحط البطاريه؟ شكلها كثير رقيق. شكلها كثير رقيق، بس هي بطاريه كمان كثير رقيقه وبتتشرج اكيد. سو بس لحتى تحافظ، هيدي شكلها بالتحديد. هولي وايرز حديد؟ اكزاكتلي سيلفر. ولكن مغلفين بشيء بتصور؟ لا لا لا، هن منهم مغلفين بشيء يعني ابدا، بس على جوانب اذا لاحظتي هذه هي المغايطه اللي كمان بتفتح معهم. في لانه حديد مثل محمي كايند اوف. اوكي. ما بيحرق؟ لا ما بيحرق. نحن بنتحكم بالحراره؟ لا لا لا، هي حراره كونستنت لمحل معين، بس هي لحتى تحافظ لحتى تحمي هالموقع اللي نحن منصبين فيه، ويكون هال اذا بدك هالعلاج اهين من انه ندهن المرهم ونحافظ على الحراره، او نحمي، او حتى نلف مرات، ندهن مرات ونلف ايدنا. بتعرفي كمان
بركة هذه شوي أرتب أحلى أي شكلها حلو شكلها exactly بين كأنه بريسلت مش تتماشى مع الموضة ولكن لا أكيد أزبط أكيد شوي أزبط من شوي. الشيش شيش صح شيش أو شيش شيش صح ف الفكره هون شيش الفكره هون انه حتى بلشوا بهيدي الفكره هون بس بركي رح تتطور لانه رح يصير يمكن تنحط بقلب جاكيتس او حتى للتدفئه كثير فكره حلوه او حتى فرش السياره سو شوي شوي يعني هي بتبلش بفكره صغيره وبعدين تتطور انا بفضل الكلسات يكونوا هيك هيك نفوتهم فيكم تمام او كيس هيك نسقط اجرينا فيه اكشلي هيدي اذا حطيتيه على 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 الكاحل كمان بيمشي حاله أيه. بتحمي نايس سو هيدي هيدي لل 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 لكل المناطق لراسنا exactly. شابو بس باول مرحله بلشوا فيها بال للاصابات للاصابات الفكره الثالثه او الخبريه الثالثه عم نحكي عن الاضاءه اضاءه بس عم نحكي هون عن الليد شو ما خصك بالمجال بتعرفي ايه بتعرفي انه ب ب بكثير محلات عندنا الواي فاي كوميونيكيشن بالوايرلس واي فاي مرات في مشكله مرات ما في واي فاي مرات ما في ما فينا نحط ولا شيء يعمل انترفيرنس مع مع او ثرو ذا واي فاي مشان هيك الليد از لايت هي رح تكون الكوندكتور لتعمل تو كوميونيكيت فينا نقول بين تو ايتمز فيهم LED يعني فيها تكون سيارتك إذا فيها أضوية LED من قدام والسيارة اللي قدامها فيها أضوية LED من وراء بيعملوا communication بين بعضهم وفيك تكون عم تستعملي هال LED as Wi-Fi أو هو Li-Fi على أساس Light فالفكرة حتى بقلب الطيارة إذا في إضاءة بقلب الطيارة منك بقى مضطرة إذا LED عم نحكي منك مضطرة بقى تكوني بحاجة لواي فاي بمحل من المحلات واللي هي فيها فينا نقول زبزبات مضرة مشان هيك من الإضاءة فيك تستعملي هل هالسيستم الواي فاي أو اللاي فاي لحتى تقدري تستعملي LED لايت فيها واي فاي هي لاي فاي هي LED هي LED بتبعت بتعمل حتى فيك تعملي كوميونيكيشن بكل بساطة بين ما بعرف يعني ناخد واي فاي من الضوء صح إيه فيك تعملي كوميونيكيشن بين الألارم إذا في ضوء LED وبين الكوفي ماشين اللي محطوطة عندك كمان فيها ضوء LED بيقدروا يعملوا كوميونيكيشن وعلى وقت معين فيها تشتغل الكوفي ماشين سو هالقد عم نطور بالتكنولوجي وعم نجرب نخفف من إذا نقول هالزبزبات المضرة ويمكن استهلاك الطاقة بس في قصص مضرة هون هالقصص منا مضرة بالعكس هي صحية فينا نقول ومنا مزعجة وما بتأثر على على شيء حتى إذا لاحظتي عم نحكي إنه بالطيارة يعني حتى على طيران ما في أي مشكلة عادة بيطلبوا منك تطفي التليفون صحيح. كل شيء كمبيوترز إلكترونيكس هذه خبرية حلوة لكل المسافرين خاصة رحلات طويلة طويلة صحيح بطل فينا نقعد برا هذه الفكرة بطل فينا نقعد من على طول ما نعمل مش معقول بكل الأماكن بالمطارات على الطيارات وين ما كان تلاقي الناس على التليفونات أو على التابلتس amazing رح أروح لآخر فكرة وهي كتير فكرة مهضومة كتير هيدي هي it's an earpiece it's a bluetooth إيربيس لحتى بتعرفي أول ما بلشوا هيدفونز كتير كبار صرنا نظهر مثل ما بلشوا تليفونات كبار كمان صاروا تليفونات أصغر كل شيء صار فينا هلأ نشوف بالفيديو على السريع بس لحتى تعرفي عن شو عم نحكي لأنه بالنهاية صرنا هذه إيربيس بلوتوث منك بحاجة فيها بقلبها تو مايكروفون منا ظاهرة هذه منيحة لقانون السير عنا بلبنان مثلا فيها تو مايكروفونز وشغلتها كتير بسيطه وهيني فيها كبسه وحده بتحكي وبتستقبل اتصال exactly. بتستقبل وبتنهي اتصال exactly. وحتى فيك اذا طولت الكبسه تحكي مع سيري على الايفون كمان تطلب شيء معه ان يو كان ايزلي كوميونيكيت اند لسن تو ميوزك ات ذا سيم تايم يعني ما عندك اي مشكله وحجمها كتير صغير وفي عندك اب تو 8 items فيهم يكونوا connected على نفس ال وحجمها كتير صغير عم نحكي عن هون الدوت اسمها دوت لأنه هي حجمها كتير صغير من أي شركة؟ أي من شركة دوت very nice
وبذات الوقت بس المشكله انه قد ما صغرت بطلت البطاريه تطول لفتره ضل ضاين لفتره يعني طويله يعني عم تضاين ساعه واحده البطاريه بس بذات الوقت عندها تشارجر معها فبذات فيك تشارجي بكل بساطه هي ساعه اذا عم تسمع ميوزك وساعه ونص اذا عم تحكي تليفون عم يكفي يا فادي قلن قد ايه بتقعدي بالسياره بلبنان حسب وين رايحة أوقات مشوار كتير قصير بياخد ساعة exactly. بس هالساعة زيادة يعني بتكون عم تحكي كل الوقت لا exactly ما هيدي هي بتضاين حسب مع مين فينا نسمع موسيقى فينا بالسيارة أنت جيبها على لبنان وما تعتلهم شكرا فادي بتأمل نستخدم هيك شيء عنا هون بالستوديو بكره اكيد وايرلس اكيد شيء بلا هون لصص يتركمون علينا بوجعنا ظهرنا ثانك يو فادي بتمنى لك بقيت نهار ممتع بس قبل ما تفل خليك كرا نسمع انا وياك توقعات ابراج كريستال بعد هالوقفه